السلام عليكم. كنا عملنا فيديو اتكلمنا فيه عن جي بي تي فور اول، وده نسخة من شات جي بي تي لكن مجاني وتقدر تطبع جهاز وممكن محتاجش انترنت. كل الداتا تبقى عندك وطريقة تفكير وكل حاجة، تقدر تعمل حاجة خاصة بيك، يعني تقدر تعمل موقع معتمد على ان انت مسطب جي بي تي فور اول عندك على الجهاز، ولما حد بيسأل بيبعت لي الجهاز بتاعك. طبعا الجهاز بتاعك لازم يكون حاجة عملاقة عشان يستحمل طلبات ناس كتيرة ممكن تطلب في نفس الوقت. طيب جالنا كومنت بيقول لك هل ممكن احمله واشغله على كاجل وتدريبه؟ ممكن تعملنا فيديو تورينا ازاي نشغله على كاجل او جوجل كولاب. طيب الموضوع سهل جدا وبسيط ان شاء الله. احنا ممكن نفتح كاجل، تمام؟ كاجل ده جوجل عاملاه بحيث الناس كلها تقدر تشغل المودلز بتاعتها، البرامج بتاعتها، تقدر انها تتعلم برمجة، كل ده موجود على كاجل. فممكن تيجي هنا كرييت، وهتلاقي نيو نوت بوك، وده انت بتكتب الكود بتاعك. هتلاقي الداتا سيت ان انت تحط بقى الداتا، وهتلاقي داتا كتيرة اصلا هم عاملينها. يعني لو دخلت هنا في الداتا سيت هتلاقي معلومات خاصة بتحليل الامراض، وحاجات خاصة بالتعليم، وحاجات خاصة بالكمبيوتر فيجن والان ال بي. فلو انت عملت كود وعايز تجربه على كمية كبيرة من الداتا تقدر تحمل الداتا هنا. فلو انت برضو عندك داتا تقدر تضيفها من هنا او من هنا. نيو موديل دي انت ممكن تحمل الموديل بتاع شات جي بي تي وترفعه لهم. يعني لو قلت له نيو موديل، تمام، هيقول لك اعمل دراج اند دروب وتقول له ران، هيبدا ان هو يشتغل عادي بدون اي شيء خالص، تمام. او ممكن تدي لهم كود، تمام، اهو وبالاسم بتاعك. لو انت حتى داخل من غير اليوزر بتاعك البرنامج بيشغل كل حاجه لكن مش هتسيف عندك، تمام. طيب دي النوت بوك اوت بوت، لو انت في نوت بوك انت كنت شغال عليها. لو انت عندك لينك تاخد اللينك عادي من اي مكان، يعني شات جي بي تي 4 هتشوف اللينك بتاعه على جيت هاب وتبدا ان انت تحطه. لو انت رفعته على جوجل كلاود ستورج ممكن تاخده من هنا. فدي طرق كتيره جدا عشان تشغل الموديل بتاعك، زائد ان هم حاطينه جاهز، تمام. دي اكتر موديل شغاله، لاما، جيما 2 وهكذا، اكتر من واحد رافعها، تمام. وهتلاقيه حتى موجود هنا اهو، ده جوجل. ممكن تقول له تيست، لو دورنا عليها نلاقيه. تعالى كده ندور جي بي تي فور اول، تمام، اهو موجود اهوت. فممكن كل اللي انت تعمله انت تقدر تعمله داونلود، او تقدر تاخد منه كوبي بحيث يبقى عندك نسخة بتاعتك انت وتطور عليها وتشتغل عليها زي ما انت عايز. طيب لو انا بقى عايز ابدأ ان انا اسطبه، هتقول له كرييت وهتقول له نيو نوت بوك. هيبدأ يقول لك اكتب الكود، هكتب لك الكود هنا، تمام. كل اللي عليك ان انت تكتب الكود وتقول له رن، لكن هياخد وقت شوية على ما يبدأ ان هو يحمله ان هو يفعله. ده الكود هنا بيقول له امبورت نمبي. نمبي دي مكتبة خاصة بالعمليات الحسابية زي الجبرا والحاجات دي في البايثون. طيب ممكن تقول له بقى انا عايز اضيف واحدة خاصة بيا، او عايز تضيفه هنا، مفيش مشكلة. جيت كلون اتش تي تي بي اس هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هتاخد من الجيت هاب نومك اي اي جي بي تي فور اول دوت جيت. الكود ده بسيط، تقدر حتى ممكن ان انت لو انت عندك بايثون على الجهاز تكتب له الكود ده، هيبدا ان هو يسطب لك الجي بي تي 4، تمام. وبعد كده هتقول له ران، هيبدا ان هو يشغل الكود دوت. وبعد كده ما تنساش ان انت تسيف النسخه بتاعتك والاظهار بتاعك. كده تقدر ان انت تسطبه بدون مشاكل خالص. هسيب لك كود ان شاء الله اسفل الفيديو عشان الناس تبدا تجرب تسطب الجي بي تي 4.